مصمم الازياء اللبناني عبد محفوظ منور نافوشيا، برحب نافوشيا على راس وعيني، وكمان في بيان من بيروت بتغطينا دائما، وانا شرف انك انت تغطيني اليوم، هذا شرف لي. ثانك يو فيري ماتش. كلمنا النهارده بقى اسبوع الموضه اللبناني ومشاركتك واول مره في مصر، احساسك بالموضوع؟ اول مره بمصر وانترناشونال كمان، يعني هذا اللي انت عم تشوفيه اليوم هذا عالمي، مش عادي ابدا. يعني انا بهني كل اللي حضروا لهالمشروع، من جوني فضل الله، من الأخ مبارك، من الكل، إنه برافو، مصر بتستاهل. أصلاً هي مصر أم الدنيا، يعني خلينا نرجع نحكي ونرجع مصر لعزة إن شاء الله، بالموضة، بالسياحة، بالأعمار، بكل شيء إن شاء الله. وعبرك أنت أنا بوجه تحية لكل اللي عم بسمعونا ولكل زبائن، إذا كان بمصر ولا بكل العالم، لأنتم ما شاء الله أنتم منتشرين بكل العالم. طيب عايز تقول لي ايه الجديد اللي هنشوفه النهارده؟ حاجه مختلفه، هتشوفي كوليكسيون من الفول وينتر 2017، 40 فستان بخلالهم فستان عرس واحد، انترناشونال لاين، يعني مش انه عده فساتين عرس ولا، الحمد لله هتشوفي الوان حلوه، قصات حلوه، قماشات حلوه، ان شاء الله تعجبك. انت مبين مزوقه، بعدين هلا بتخبريني بعد الدفيله. طيب بما انك دخلت بقى في موضوع فستان العروسه، في موضه معينه حاليا او السيزون اللي احنا فيه ايه هي؟ اكيد هلا الموضه هي كلها حجار مزخرفه، كلها يعني مشكوكه بطريقه كتير حلوه، ما بقى عادي، يعني ما بقى شيء سيمبل، هذا المطلوب هلا، شغل على الكتاف، شغل على الايدين، الشغل على التنوره بشكل ملفت. لا ابدا، لا ما بقى في شيء سيمبل. طيب بقى في برضه ان هم بنات بيحبوا ان هم فستان فرحهم ما يكونش اللي هو الابيض او المتعارف عليه، بقى في اوف وايت، بقينا نشوف جولد سيلفر، ممكن اوف وايت، ممكن سيلفر مع وايت، ممكن يعني هلا وايت منه دارج، هو الاوف وايت اذا بدك، كمان كافي اولي دارج مع السيلفر، شوي عم ندخل الروزيه الفاتح كمان، لا في ممكن يعني، بس هو اجمالا اوف وايت احلى شيء. بعيدا عن الزفاف بقى، السواري العادي، الموضه او الماتيريال اللي هنشوفها النهارده، الخامات والالوان ايه؟ هتشوف الخامات العاديه اللي كلنا بنشوفها، الدونتيل، الشيفون، الستان، التفته والى اخره، بس في افكار، في قصات، في لعب بالقماش، في خليط بالالوان، ممكن حضرتك لما تشوف الديفيليه بعدين بنعلق عليه، شو رايك؟ اكيد. طيب بتحضر لايه بعد الايفنت بتاع النهار؟ ان شاء الله بشهر واحد حنكون ببيروت مشان فاشن شو، بعدين بالقاهره بشهر ايار ان شاء الله، بشهر مايو.